السلام عليكم، معكم المهندس محمد عبد المعطي. هنشتغل ان شاء الله اللوحه اللي هي رقم 8 او هوم ورك 8 سي. نتكلم الاول في الجزء الخاص بالستيل. يعني دايما بنقول في الستيل حاول كده لما انت بتقرا المساله افهم بس هي كونكشن بين مين ومين. فهو بيقول ان عندي دي اول جزء عندي هي كونكشن او كولوم بيز، فهي عباره عن قاعده مرتبطه بالعمود. القاعده دي اللي هي او الاتصال بين القاعده والعمود، القاعدة دي عبارة عن بليت، والعمود ان هو عبارة عن الاي بيم بتاعي. عشان اربطه مع بعض اضطريت ان انا احط شوية انجلز، حطيت جاست بليت ومع اجزاء الانجلز بتاعتنا دي. في جزء الستيل بنقول دايما حاول وانت بترسم خد كل جزء من المسألة او كل جزء من الاليمنتس المكونة عندك وارسمه في ايه لوحده الاول في كل المساقط، عشان بس لو رسمت الرسمة كلها وجيت تنقلها بعد كده لبقية المساقط الخطوط هتدخل في بعضها شوية. طيب فقبل ما نبدا، بس هو بيقول عندنا الابعاد او يعني موضوع السكيل ساعات بس بيلخبط الناس شويه. هو بيقول ان عندي السكيل 1 لـ 5. يعني ايه سكيل 1 لـ 5؟ ان الواحد متر في اللوحه هو هيكافئ 5 متر في الحقيقه. طيب انا برسم في اللوحه بالسنتي، فهقول ان الواحد سنتي ده هو، او يعني لو انا احول المتر دي اخليها المية سنتي دي، هيكافئوا الايه 5 متر، ما نفس السكيل زي ما هو. طيب يبقى في الاخر ان الواحد سنتي ده هيكافئ ال 0.05 متر، لان انا قسمت الخمسة دي ايه على المية. بس انا عندي في الستيل احنا بندي دايما الابعاد all dimensions بالمليمتر، فانا هخلي المتر دي بدل ما هي بالمتر لا اخليها بالايه بالمليمتر. يبقى الواحد سنتي هيكافئ، هاخد الرقم ده واضربه في الكام في الالف عشان يرجع مليمتر، فطلع ان هو بيساوي 550 مليمتر. فده معناه ايه؟ معناه ان اي رقم عندنا هنقسمه، يعني هو مثلا دي 550، هاخدها اقسمها على الـ50 عشان تطلع لي البعد اللي انا هرسمه بالسنتي. مثلا هو كان البعد اللي موجود هناك 550، فانا هقول انا مش عارف قد ايه سنتي هرسمهم مقابل الـ550 مليمتر. فهنعمل ايه؟ هنقول كروس ملتبلاي، فهاخد الـ550 دي اقسمها على الـ50، تطلع في الاخر ايه 11 سنتي. يبقى انا في الاخر هقول خلاص ان البعد الـ550 ده هاخده اقسمه على الـ50، فيطلع لي ايه 11 اللي انا هرسمه على اللوحه. طيب هو بيقول مثلا المساله عندنا هنا ان هي عباره عن كونكشن بتوين الستيل والقاعده بتاعته، زي ما كنا شفنا في الايزومتر اللي هو ساعدنا بيه ده، ان هو عباره عن القاعده هي بليت والعمود هو الاي والكونكشنز ما بينهم. طيب هنبدا كده بالرسمه، وعايز السايد فيو وعايز الاليفيجن واي واي والبلان اكس اكس. ده السايد فيو اللي هو الدهوني. الواي واي ان انا هبص من اليمين للشمال فايه الاجزاء اللي انا اشوفها. يعني هي المساله عندنا هنا الجزء بسيط او سهل شويه ان هو سيمتريك، فاليمين زي الشمال، بس هتختلف بعد كده في مسائل تانية. المهم ان انا لو باصص من اليمين فده معناه ان انا هشوف الاليفيجن فين، هشوفه في المكان ده. طيب البلان دايما احنا كنا متعودين من اعدادي ان احنا بنحطه تحت الاليفيجن. هو يعني مش شرط يبقى تحت الاليفيجن، هو في الاول وفي الاخر هو سيكشن عند مكان، فانا ممكن اقطع الاكس اكس خلاص واحطه تحت الزايد فيو، او خلاص خلينا زي ما احنا متعودين يعني من اعدادي ان انا احطه تحت البلان. بس عموما في الحقيقه هي مش فارقه كتير قوي، خلينا برضو ايه نرسم بالشكل اللي احنا متعودين عليه. انا هرسم هنا يعني مش هاخد كل حاجه واقعد اقسمها على الـ50 عشان بس الدنيا تبان، بس احنا طبعا واحنا بنرسم في اللوحه بايدينا هتاخد كل بعد من دول او اي حاجه من دي وتقسمها على الـ50 عشان ترسمها في الاخر بالسنتي. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هاخد كل اليمنت من الكونكشن اللي موجوده قدامي وارسمها في الايه في الثلاث مساقط. هو بيقول ان البيز بتاعتي كانت 550 في 450 في 20، يعني البعد ده 550، البعد الثاني 450 اللي هو ظاهر عندي هنا، ده 550 وده 450، والسيكنس بتاعتها اللي هي بكام؟ بالـ20. فانا هرسم هنا في السايد فيو، اقول خلاص انا هبدا في الجزء ده هرسم الـ550 في الـ20، وادي الـ550، واقفل تاني بالايه بالـ20. ده كده الايه القاعده اللي عندي اللي هي البعد بتاعها 550. طيب هعمل ايه؟ نبقى بس الخطوط دي عن بعضها عشان ما تلخبطش، بس نقلل البريسيشن بتاعتها شويه عشان ما تبقاش ايه زحمه في اللوحه يعني. طيب ده كده القعده، ده كده بالنسبه للسايد فيو. طيب يعني انا هخلي ده
هنا ده عندي السايد فيو، هنا السايد فيو، واخلي هنا عندي الاليفيجن، وهبرسم البلان ايه تحت الاليفيجن دي، يعني السيكونس اللي احنا متعودين عليه. فانا اقول ده عندي الاليفيجن، وهرسم هنا البلان بتاعي. طيب فقلنا خلاص ان هو كان عندي 550 في العشرين، فهبان في الاليفيجن بانهي بعد البعد بقى التاني بتاعه اللي هو 450 في عشرين. فانا اقول انا عندي هاخد من على نفس الخط بتاعها، يعني خلينا ان هو مد خط كده بالمنظر ده، ان هو ده من نفس الخط بتاعها من عندي. خلينا برضو نرسم خط كده بيمثل السنتر لاين، نبقى نمسح الخطوط دي بعد كده. يعني انا اقول ده بيمثل عندي السنتر لاين، خلينا نديله مثلا لون مختلف، سنتر لاين، ممكن بس مش باين عشان السكيل شويه، اكبره حبتين. فده الايه السنتر لاين بتاعي. اتفقنا ان هو هيبان بقى البعد التاني اللي هو 450، فانا هرسم من هنا 450 على الاتنين، يعني ان هي نقول 225 من اليمين، السكنس بتاعتنا 20، وهنا ال 450 بتاعتي، وادي الايه ال 20 لغايه ايه ما نرجع تاني مطرح ما انتهينا. فكده خلاص ايه، ممكن لو عايزين نبقى نشيل الخط ده بعد كده نبقى نشيله يعني. طيب كده ده البعد عندي اللي هو بيمثل ال 450 في ال 20 بتاعتنا. طيب نفس الكلام، هاخد الجاسب بليد دي برضه، هاخد انا اسف البليد دي وارسمها في البلان عندي. هقول خلاص هو ده السنتر لاين اللي انا هرسم منه، امد السنتر لاين بالمنظر ده، نعمل مثلا سنتر لاين تاني في النص بيمثل سنتر لاين البلان، هو ده اللي هنبدأ نرسم منه. طيب فهي عندي هبان هنا قد ايه من البلان في الجزء ده، بنقول ان هي كان البليت عبارة عن 450 في 500، فهو ده العرض بتاع 450، وال 550 اللي هو يبقى انا هيبقى في الاتجاه ده. فادي من السنتر كده هبعد نفس الفيجن بالظبط، ادي 225، وهنا ال 550 اللي هي بتمثل، يعني لو انا قسمنا ال 550 على الاثنين اللي هي 275، فادي 275، ادي 450 بقيت نفس اسقاط الاليفيجن، وادي 550 في 450، وادي كده بيمثل الجزء الخاص بالبليت اللي احنا رسمناه مع بعض، اللي هو بيمثل القاعده بتاعه الكونكشن بتاعتنا. طيب كده خلاص احنا رسمنا اول بارت عندنا اللي هو البيس بليت. العمود بقى نفسه هو شكل الاي، من السنتر لاين بتاع ال 550، ادي السنتر لاين بتاعنا، خليه زيه، يعني هنقول ده كانه هو ده نفس السنتر لاين. طيب العمود ده هو بيقول لي ان هو 250 في 250 على ال 11 في ال 18، بتمثل ايه الابعاد دي؟ 250 في 250 يعني اول عرض عندنا اللي هو الطول بتاع الفلانجة او عرض الفلانجة الجزء ده، ال 250 التانية اللي هو بيمثل الارتفاع من المنطقة عندنا مي، من الارتفاع ده لحد الارتفاع ده، ده بيمثل ال 250. بعد كده عندي قدامه سيكنس الويب اللي هو ال 11 اللي هي بتمثل دي، يعني المسافة دي كده دي 11 اللي هو البعد من هنا لحد هنا دي ال 11، واللي قدام الناحية التانية اللي هي ناحية الفلانجة اللي هي ال 18 اللي هو العرض ده بيمثل ال 18 بتاعتنا. فهو الاي بتاعتنا هي كلها على بعض، يعني عشان عمود فهي مخليها 250 في 250، فهي بالنسبة لنا البعد ده اللي ظاهر اللي هو من هنا من الخط ده للخط ده اللي هو 250، فهاجي من السنتر لاين هنا وهرسم ال 125 باعتبار ان هي النص، واطلع هنا برضو نفس الكلام ال 125 واطلع في الجزء ده. ده كده بيمثل ايه ابعاد العمود اللي عندي او ابعاد الفلانجة اللي هي عبارة عن ال 250 اللي احنا كنا بنتكلم فيها. طيب بعد كده بنقول من النص سيكنس الويب بتاعنا اللي في النص، الويب اللي هو عبارة عن انهي، اللي هو المقابل
لل او دايما بنقول الويب بيبقى اصغر من الفلانجه عشان يعني يقدر يطلع بيه ارتفاعات معينه. فيعني دايما هنلاحظ بعد كده بقى في ابعاد الاي اللي بتكون مش يعني العرض مش تقد الارتفاع، فهيبان قوي ان الويب هو اللي ناحيه الهايت بتاع الاي بي. فهو عندنا الويب هنا 11، فانا اقول 11 دي المفروض طبعا انت كل الابعاد دي هتاخدها تقسمها على ال 50 تبقى سنتي، بعد كده تشوف هي بتساوي ايه كام ملي بحيث ان انت ترسم. طيب فهي على بعد 11، فانا هقول 11 دي اللي يعني همس من هنا 5.5، هو ده السيكنس بتاعت او جزء السيكنس بتاعت الويب بليت. ممكن يعني نعمل لها اوفست من هنا او ان انت تاخد موازي ليها على بعد ال 11 بتاعتنا. فادي ان هنا الايه ده السيكنس بتاعت الاي بتاعتنا او الويب بليت اللي في النص. طيب طبعا هنا الارتفاع بتاعنا احنا بس يهمنا لحد ما نحقق بس ارتفاع الجسد بليت اللي هو بيقوله ال 540، بعد كده المسافه اللي فوقيها يعني دي مسافه لسه طبعا العمود ايه بيبقى مكمل فوق شويه حلوين، فاحنا مش محتاجين يعني بقيه التفصيله اللي فوق، فممكن تيجي من هنا لحد هنا وتاخد المسافه دي اي حاجه، يعني خد خط القطع ده بعدها ب 2 سم ب 4 سم ب 5 سم ايه مش هتفرق معانا قوي دلوقتي يعني. طيب مد بس الخط ده الايه لحد تحت بحيث ان هو يكون بشكل عمودي على الاعلى. طيب ده كده الاي اللي موجوده في شكل السايد فيو. طيب بالنسبه للاليفيجن هي باينه ازاي؟ بنقول دايما ان الاي هي بتبان بثلاث اشكال، يا اما بشكلها الحقيقي، يا اما سيكنس الويب بليت، يا اما التو سيكنس بتاعه الفلانجه. فلو بصيت حتى على الشكل ده يا اما باينه اهو من هنا، لو انا باصص من الشكل ده فانا شايف الجزء بتاع الاي بتاعتنا، يا اما لو انا باصص من الناحيه دي اشوف الايه سكشنين الفلانجه، ولو انا باصص من فوق اشوف الايه الشكل بتاعنا بتاع الاي اللي احنا عارفينه. فهو هنا كانت بانت بشكل الويب بليت اللي في النص، فلو انا بصيت عليها من الحرف اللي هو واي واي هشوف انهي، هشوف اللي هو عباره عن التو سيكنس بتوع الفلانجه اللي هم كانوا بيمثلوا ال 18. طيب فهو هنا في الاليفيجن هيبان ايه؟ هيبان الخطين بتوع الفلانجه هنا والخطين بتوع الفلانجه هنا. طيب هي ارتفاع الاي كلها على بعض كام؟ برضو هي كانت كلها 250 في 250، فنفس الكلام من هنا هاجي من على بعد ال 125 واطلع بخط الاي، هنشوف دلوقتي نطلع لحد انهي ارتفاع، واعمل له افست بقيمه ال 250، فادي اهو قيمه ال 250، ده كده اللي هو بيمثل العرض كله من الاي من بره لبره. زي ما اتفقنا ان احنا نشوف لو بصين من ناحيه الواي واي هشوف التو سيكنس بتوع الفلانجه اللي هم كانوا قيمتهم 18، فانا هعمل للخط ده كده هنقله على بعد ال 18 بتاعتنا. نفس الكلام برضو ايه هعمل خط موازي ليه كده على بعد الايه ال 18. طيب دي كده الايه الاي بتاعتنا سواء في السايد فيو او في الاليفيجن. اتفقنا بقى خلاص لو هي بانت باسقاطاتها في السايد فيو في الاليفيجن فهي اكيد بايه هتبان بشكلها الحقيقي في البلان اللي عندنا. طيب لو انا باصص من البلان هنا لو انا حطيته تحت الاليفيجن بالمنظر ده فالمفروض ان انا اشوف الاي ايه حوالين السنتر لاين. فلو احنا جينا نرسم الاي حوالين السنتر لاين ده كده بيمثل الويب بتاعتنا، وده اللي هو الخط مثلا العمل بتاع اخر الاي، وده الخط بتاع اخر الاي. الفلانجة كانت او يعني العرض بتاعها كان 250، فاللي هو انا هطلع من التقاطع هنا مع السنتر لاين ال 125 اللي هي نص المسافة بتاعت ال 250 لحد ما اخبط في الخط ده. ولو انا خدت من الخط ده كده كوبي او يعني نقلته تحت على بعد ال 250 سوري، فكده ده الخط بتاع نهاية الفلانج اللي عندنا. طبعا الخطوط بقى دي احنا ممكن نشيلها خلاص، انا كده عرفت فين بداية ونهاية الاي بتاعتي، بس مجرد بنرسمها للتسهيل. فده كده اخر الاي بتاعتي وده الاول بتاعتها من هنا. طيب ادي هنا من هنا الاي، دي شكل الاي بتاعتنا. اتفقنا ان الفلانج عندي السيكنس بتاعها 18 اللي هو لو خدت منها خط موازي من هنا، فانا هقول هرسم من على بعد ال 18 السيكنس بتاعت الفلانجه اللي بتاعتي، ومن هنا من على بعد ال 18 هرسم الايه الفلانجه بتاعتي. طبعا الخط اللي في النص ده هو مش موجود لان اتفقنا ان احنا هنشوفها بشكلها الحقيقي، فانا همسح
الحتة دي وهمسح الجزء ده، برضو نفس الكلام من هنا ومن هنا. طيب الاي بقى بتاعتي او الويب بقى بقيت شكل الاي من هنا لهنا، كانت السيكنس بتاعتها بكام؟ لو رجعنا هنا للجزء كان عبارة عن 11 تخانة الويب، فهي 11 اللي هي عبارة عن 5.5 من هنا لغاية لما نخبط في الخط ده وننزل الايه التخانة بتاعتنا 11 لحد ما نرجع لهنا. طيب فكده الايه شكل الاي بتاعتنا رسمناه. كده احنا رسمنا العنصرين الاساسيين اللي هم القاعدة والعمود. طيب لو جينا نبص بقى القاعدة والعمود دول هم ربطينهم ازاي، هو هتلاقيه من جوه من هنا رابط بتو انجلز 110 في 10. يعني ايه تو انجلز 110 في 10؟ يعني الانجلز دي الحرف بتاعها ده 110 110 وده 110. دي الايه شكل الانجل اللي ظاهره. فايدتها ان هي بتعمل ايه؟ ان هي رابطه الويب بتاع العمود بالكولوم بيز اللي عندنا. حتى لو رجعنا هنا للايزومتري اللي هي الانجلز اللي جوه دي رابطه الويب بتاع العمود بالقعده، فيخلينا دي نبدا بيها. يعني احنا دايما هنرسم كل جزء الاول الجزء الاساسي، بعد كده اجزاء الربط نرسمها ايه واحده واحده برضو ايه في جميع المساقط. فهم ليه اتنين انجلز؟ لان انا عندي الويب ده هو بيتربط هنا بالقعده وبيتربط ايه من هنا بالقعده. فانا ممكن حتى ابدا بيه في رسمه البلان اللي هي هتبقى واضحه او باينه حبتين. ازاي واضحه حبتين؟ ما ادي عندي الويب وادي القعده اللي بره اهي. فلو انا باصص من فوق هشوف ايه؟ لو احنا شايفين من فوق اهي ادي القعده الانجل اهي الحرف بتاعها، بعد كده الايه الطول بتاعها من هنا. فادي مثلا بنقول ان انا هشوفها عباره عن الانجلز عباره عن خط، والخط الثاني اللي هو على بعد السيكنس بتاعتها، السيكنس بتاعتها اللي هي كانت بتساوي العشرة، فعلى بعد العشرة ادي السيكنس بتاعتها. بعد كده هيبقى في خط بقى ايه على بعد اخر الانجل بتاعتها او اخر اللينس بتاعها اللي هو كان طوله بكام؟ بالمية وعشرة، فيبعد هنا عن المية وعشرة. فده الايه الشكل بتاع الانجل اللي انا شايفه من فوق، فشايف واحدة هنا وشايف واحدة هنا. ده اللي هنعمله هنا كده، ان انا هرسم خط على بعد السيكنس بتاعتنا اللي هي كانت عشرة، ده اول حرف من الانجل اللي بيربط ايه الجزء بتاع الويب بليت. بعد كده الحرف الاخير بقى بتاع الانجل اللي هو لو انا باصص من فوق على هنا فانا شايف السيكنس دي، بعد كده شايف الايه اخر الحرف بتاعنا اللي هو على بعد المية وعشرة. المية وعشرة منين؟ من بداية الانجل اللي هي بدأت من هنا اللي هي ادي المية وعشرة لحد ما تخبط هنا. فدي كده الايه شكل الاي شكل الانجلز بتاعتي. يعني ممكن نلونهم بس عشان الدنيا ما تتوش. طبعا كان المفروض ان احنا بس نفتح الجزء الخاص ب الاي بيم، فنشيل الحتة دي بس عشان نبقى شايفينها كويس، ونديها حتى لون تاني عشان ايه تبقى ظاهرة شوية، يعني ايه ما تبقاش الدنيا مش باين. طيب ده كده الشكل بتاع اللي انا مختاره دلوقتي، هو ده الاي بيم. خلينا نديله لون مختلف. بس خليتهم خط واحد كأني مثلا وليكن لون اخضر او حاجة عشان ايه الدنيا ما تتوهش يعني. دي كده الاي الجزء ده اللي هو الانجل اللي هي كانت من هنا. نفس الكلام برضو ايه هعمل كده ميرور لكل الجزء دي، او يعني نفس الكلام اللي انا رسمته هنا اعيده تاني الناحية التانية. يعني بس انا استسهالا للوقت هنقلها بس الايه الناحية التانية عشان الفيديو ما يبقاش طويل حبتين، فاعمل لها بس ميرور ان انت هترسمها بالظبط زيها زي اللي هناك عندك في الناحية التانية يعني. طيب دي كده الايه الانجلز اللي هنا. طيب الانجل دي لما تيجي بقى تشوفها في الاليفيجن هتبقى عاملة ازاي؟ في الاليفيجن لو انت بصيت من الشكل هنا ادي الاي او الويب بليت اهو وادي الانجل، فانا شايف الايه الحرف اللي فوق والسيكنس بتاعت الانجل بتاعتنا. فانا هادي هشوف من هنا ادي اول حاجة السيكنس اللي هي على بعد العشرة، ادي السيكنس بتاعت ال، بعد كده اخرها او اخر الحرف بتاعها اللي هو على البعد بتاع المية وعشرة، ادي الايه اخر الطول بتاع ال بتاعتنا. فادي كده ال اللي رسمناها في البلان والاليفيجن، وفي السايد فيو اللي هي بقى ظاهرة بشكلها الحقيقي، بس هي المفروض للأمانة ان هي تبقى دوتد عشان هي لو بصيت في الجزء بتاع
الايزومتري باين حتى ان الانجلز دي ايه وراء، انما كاليفيجن او بلان هي باينه بشكلها الحقيقي، فاحنا هنرسمها بس بعد كده نخليها ايه دوتد لاين. زي ما اتفقنا هي رابطه الويب بليت ب القاعده، فانا هرسم هنا عندي ادي الويب بليت وادي القاعده اللي بقى اللي هي باينه بشكلها الحقيقي. يعني دايما اي حرف في الستيل هو بيبان بشكله الحقيقي في مسقط واحد، وفي المسقطين التانيين بيبان الايه اسقاط بتاعه. فهو كان طوله او طول الانجل 110 والسيكنس بتاعتها 10. لما ترجع تاني هنا طبعا المفروض ترجع لغايه دي وتشيل منها ال10، يعني هنقول اللي هي ال100، والطول بتاعها اللي هو ال110، بس عشان انا راسم السيكنس فارسم الايه ادي ال100 بتاعتها. فهي دي الانجلز دي، نفس الانجل دي برضو موجوده الناحيه التانية، انا بس ايه هنقلها كده الناحية التانية سريعا عشان الفيديو ما بقاش طويل شوية. طيب خلينا برضو نظلل كده الالوان عشان الدنيا ما تتوش. ده كده اللي هو كان الجزء بتاع الاي بتاعنا اللي احنا اديناله باللون الاخضر. خلينا برضو ايه نفس الكلام هنا عشان الدنيا ما تتوش شوية. طيب فكده احنا رسمنا مين؟ رسمنا العمود والقعده والاتصال بين الويب وبين القعده. طيب بعد كده بعد ايه بقى الحاجه اللي هي الزهره في الوش عندنا؟ هتلاقي ان هو في تو جاست بليت حاططهم هو على الفلانجه. بعد كده التو جاست بليت دول مربوطين بايه؟ بانجلز هنا. طيب فين الكلام ده من الاليفيجن او السايد فيو اللي هو مديه لنا؟ ادي اهو التو جاست بليت اللي هو ارتفاعه 540، واحنا بنسميه جاست بليت لان هو بيبقى زي لوح تكويني كده، ان انا بكون عليه او بعمله بالشكل اللي انا عايزه، مش مساله ان هو يبقى ايه بشكل مربع يعني. فانا حطيته، بعد كده قمت حاطط عليه الانجلز اللي هي دي اللي هي طولها 120 في 80. طيب ال 120 في 80 دي انا هعرف انهي بعد ال 120 وانهي بعد ال 80. لو بصيت على الانجلز دي كانت 110 والانجل اللي فوقيها دي 120، فاللي هو الارتفاع بتاعها 120، فهعرف ان خلاص هو ده ال 120 لان هو اكيد الايه هي باينه من هنا ان هي اكبر منها، فهي بالتالي هي الاكبر من 110 اللي هي الايه ال 120. طيب لما نيجي نرسم الجاست بليت هنرسمه ازاي؟ هو كان قال ان هو ارتفاعه على ال 540، فانا هطلع من هنا بارتفاع ال 540. طب كويس جت لحد اللوحه وهو ده الايه الاخر بتاعنا. طيب انا هحاول بس ايه اطلع الخط ده عشان ما يبقاش مغطي عليها والدنيا ايه قافله. فهو ده اخر ال 540 بتوعي. طيب الانجلز دي هو رابطها على طول الجاست بليت اللي هو حاططها، فبالتالي هي الجاست بليت واخده نفس طول الانجل اللي هنا. حتى لو بصيت من الشكل ده ان الجاست بليت محطوطه والانجل ملزوقه عليها، فبالتالي الجاست بليت واخده طول الانجل، وطول الانجل هي واخده انهي طول من تحت اللي هو الطول بتاع ال 550. طيب فنلاحظ هنا ان في يعني هي خلاص واخده طول ال 550، بس هي واخده هنا ايه كسره. الكسره دي بنقول ان هي على بعد ايه؟ لو احنا حددنا كده ان ده الخط ده والخط ده والخط ده اللي هم بيمثلوا الانجل، الانجل اللي هي 120 في 80، فاللي هي المسافة من هنا لحد هنا دي اللي بتمثل ايه ال 120، من هنا لحد هنا دي بتمثل ال 120. طيب والسيكنس ده اللي هو كان بيمثل الكام؟ الجزء بتاع اللي هو العرض ما قاليش السيكنس بتاعتها هنا، يعني ممكن تكون مسألة قديمة شوية، بس يعني هنفرض ان السيكنس بتاعتها 10، انا فاكر ان السيكنس بتاعتها كانت 10 يعني، فهي السيكنس دي 10. طيب الكسرة اللي هنا موجودة هنا دي موجودة بين ايه وايه؟ في منتصف المسافة اللي هي من الخط ده لحد الخط ده، فاللي هي في منتصف انهي مسافة؟ مش ال 120، ال 120 متشالة منها السيكنس بتاعة الانجل اللي تحت. فلو انا مثلا عايز ارسمها هرسمها ازاي؟ بقول ان انا خلاص عارف ان انا هطلع مثلا من هنا المفروض ال 120 اللي هو ده طول الانجل لحد ال 550، وانزل هنا لحد الايه القعده. ده كده الجزء بتاع القعده اللي عندي. طبعا السيكنس بتاعتها 10، فهتلاقي ان هي نفس خط الانجل اللي جوه لان هي نفس السيكنس وهي ظاهره على الوش، فهي هتغطيها يعني. فهي لو حتى كانت اللي جوه دوتت فبالتالي ايه هي غطت المسافه دي. طيب بعد كده هعمل ايه؟ من منتصف بقى المسافه دي اللي هي ال 110 اللي هي تطلع هنا مثلا 55، هو ده الخط اللي هطلع بيه لحد فين؟ لحد قفله الجاست بليت. تاني انا عندي المسافه من هنا لحد هنا
دي اللي هي الانجل كانت 120، فهي كسرة الجاست بليد دي هي بتتعمل فين؟ في منتصف المسافة بتاعت الانجل، بس متشال منها الايه؟ المسافة بتاعت السكنس. فهي الطول كله كان 120، اتشال منه السكنس اللي هي 10، فبقى 55، فهطلع من فوق السكنس كام؟ الجزء بتاع 55، وهي دي المسافة بتاعت الجاست بليد. بعد كده طبعا ايه، همسح الاجزاء الزيادة اللي موجودة دي. يعني بنقول احنا الجاست بليد بنشكله بالجزء ده لان الباقي يعني ما بيبقاش ليه فايدة، فيعني توفير شوية، زائد ان برضو ايه عشان السن بتاعه ما يكسرش او يعني ما يبقاش معرض للخبطات بشكل كبير يعني. طيب المهم ده كده الايه الجاست بليت اللي عندنا بالمنظر ده. قبل ما نحط حتى يعني انا حطيت خلاص الانجل الربط بتاعه، نحاول بس ننقل الاول كل الجاست بليت على بقيه الفيوهات ونشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. خلينا برضو نقول ان ده كان البعد بتاعنا اللي هو لحد هنا، اللي هو بيمثل ال 540 بتاعه البعد او الطول بتاع الجاست بليت اللي عندنا. خلينا بس نبعدهم عشان الخطوط ايه ما تبقاش داخله في بعض. طيب فلو انا باصص من الاتجاه ده اللي هو الواي واي، فالجاست بليت هنا انا كنت شايفه بشكله الحقيقي اللي هو مستطيل او مربع او شبه منحرف، هو دايما ده بيبقى الشكل الحقيقي بتاع البليت. فلو انا باصص من الناحيه الثانيه او باصص من فوقها، مجرد كل اللي اشوفه هشوف ايه السكنس بتاعه الجاست بليت ده. فقال ان السكنس بتاعته بكام؟ ب 10. حتى تلاقي ان دايما الجاست بليتس هو دايما بيديك السكنس بس، بعد كده تيجي بعد كده هنا يطلب منك ايه ارسمه لي بقى في ايه في كل الدايمنشنز بتاعته. فلو انت هترسمه في كل الدايمنشنز هو ده الايه اللي بيمثل الجاست بليت. ان انا ممكن مثلا اخده هنا على جنب، شيل الجزء ده، هو ده كده الايه الجاست بليت، لان ده في الاخر اللي انا هوديه للمصنع واقول له اللي انا عايزه بالشكل ده، فهو هيسالني الشكل ده اللي هو بيمثل ايه. فانت لازم تحط عليه كل الابعاد بتاعتك. انا عارف ان هو كان 250 في الارتفاع ده اللي هو 540، معلش احنا قطعناها غلط، المفروض ان هي دي تحت لسه تحت ب 10، ونمد الايه الخطوط دي في طول اللي هو 540. هو ده الايه الجاست بليت اللي عندي، واقدر بس اديله الايه الكسره دي على بعد قد ايه بالظبط. طيب فده كده حتى اخر مطلوب هو كان عايزه، ان عايز ارتفاع او يعني ارسم لي الجاست بليت ده في فيو لوحده. بعد ما تخلصه تقدر ايه تنقله. احنا فعلا كنا المفروض ننقل معاه لحد الايه الخط اللي تحت، هو ده الايه الجاست بليت بتاعنا. طيب لان احنا بس عشان كنا بنرسمه عشان نحدد من ايه من النص. طيب لما اجي ابص بقى من الواي واي، فانا اشوف ايه سيكنس لحد ارتفاع ال 540، فهي من اول هنا هسقطها كده بالمسطره التي حتى عندك، هو ده الايه النقطه اللي بيلتقي فيها مع العمود. وعرفنا منين ان هو بيربط من الفلانجه؟ ما كان باين من هنا ان هو قافل اهو على وش الفلانجه من بره، فهو قافل اهو على وش الفلانجه من بره. فلما ابص حتى من الاتجاه ده او ابص اهو من الشكل ده، لما نبص من هنا فانا اشوف الايه السكنس بتاعه الجاست بليت اللي هي موجوده واحده يمين واحده شمال، عشان كده هتلاقي ان هو قالهم لك ان هم تو جاست بليت. طيب فهي من على بعد ال 45 مربوطه على الفلانجه، هي دي الفلانجه السكنس بتاعتها 10، ادي 10 وانزل بيها الايه لحد، سوري انا ما دوستش ال 10، لا دوستها بس هي صغيره شويه. طيب على بعد 10 وانزل ايه لحد ما اوصل ل القاعدة، هو ده اللي هو بيمثل الجاست بليت. ممكن بقى نمسح الخط ده. طيب نفس الجاست بليت ده موجود برضو الناحية التانية، فأنا ممكن بس أنقله كده بشكل سريع عشان الوقت شوية. أدي الإيه الجاست بليت اللي موجود هنا. طيب الجاست بليت ده هو طوله في السايد فيو هنا كان 550. إحنا طبعا عارفين إن أنت الفرق أو يعني الحاجة اللي بين السايد فيو والبلان، ان انت لو سقطت ده ولفيته كده او يعني خدت البلان ولفيته كده هيجيب الايه نفس البعد ده. فانا عارف كده ان خلاص الجاست بليت هو على طول الايه ال 550 كلها، لانه كان واخد طول القاعده كله، حتى دي كانت باينه من الجزء بتاع الايزومتري، حتى برده من غير ما يقول ان هي ايزومتري، ولازم ان هو يمده على طول ال 550 عشان يحط عليه الانجل. طيب فانا هرسم هنا ادي الجاست بليت، هنزل بيها تحت، همده كده نفس الخط ده، ادي اهو الطول بتاع الجاست بليت.
ان هو لو عملنا له اوفست على بعد العشرة هي دي الايه السيكنس بتاعة الجاسيت بليت. نفس الجاسيت بليت ده برضو ايه هنقله كده سريعا الناحية التانية. فادي التو جاسيت بليت رسمناهم في الاليفيجن وفي البلان. طيب بقى لنا بس اخر حاجة اللي هي الانجلز اللي احنا رسمناها هنا اللي هي بتربط بين بقى الجاسيت بليت وبين القعدة. باين هنا حتى من الشكل بتاعنا اللي باين ده هل الجاسيت بليت ده هيفضل ساند نفسه كده عمودي لوحده؟ اكيد لا. احط ايه هنا انجل عشان تربطه وانجل هنا عشان تربطه. الانجلز دي اللي هو قالها لي ان هم تو انجلز اللي هم 120 في 80. خدنا بالنا من هنا هو ليه البعد الثاني 80، ان لو جيت تبص هنا البعد الثاني ده مش هيجي ال 80. طب هي هتبان بشكلها عامله ازاي؟ لو بصيت حتى هنا من الشكل ده، لو انا باصص كده من ناحيه الواي واي انا السيكنس اهو وادي الحرف، فلو انا باصص من الواي واي هشوف مين شكل حرف ال بقى اللي هو بشكلها الحقيقي اللي هو باين من المنظر ده اللي عندي، ادي اهو شكل ال. كنا عارفين ان الطول ده هو ال 120، فبالتالي البعد ده اللي هو يبقى انهي البعد الثاني اللي هو قاله لي اللي هو ال 80. فانا هاجي هنا واقول خلاص ادي الانجل اللي هي على بعد 80. نلاحظ ان هي دوب ايه قبل اخر البليت، والسيكنس بتاعتها كانت 10، المفروض لحد هنا اللي هو ال 80، بس هنشيل منها سيكنس ال 10 عشان نرسمها مره واحده، هنحط لغايه ال 70. بعد كده المفروض ارتفاعها كله كان ال 120 من القعده من تحت، احنا كنا طلعنا 10 فنطلع الباقي اللي هو ال 110 لحد ايه ما نخبط هنا. حتى لو لقينا هتلاقي ان نفس الخط ده هو نفسه ايه امتداد الخط بتاع الانجل اللي انت لو عايز تسقطها ايه يعني او اخر الارتفاع بتاعها من هنا. طيب نفس الانجل دي برضو انا هنقلها كده الناحيه الثانيه، لان هو قال لي ان هم عباره عن تو انجلز اللي هم رابطين بين التو جاسيت بليت. طيب لو انا بقى ايه نقلنا كده الفيوات هنا عشان ما تبقاش الدنيا تايهه، ادي الواي واي ده كده الواي واي بتاعنا، لو انا هبص كده على الواي واي والاكس اكس اللي هو هنقطع منه. اتفقنا من البدايه خلاص ان احنا ايه هنقطع من عند الالفيجن، وان كان ان انت ممكن تقطع برضو ايه تحت الزايد فيو وتحطه بالمنظر ده. طيب فلما نقطع هنا وابص لتحت هشوف بقى الانجل دي عامله ازاي، هشوفها ان هي عباره عن خط من هنا اللي هو عباره عن اخر خط الجاسيت بليت، بعد كده الخط التاني بتاع الحرف بتاعها، واخر خط من الانجل دي. فانا اوقع الخط ده على هنا لحد منزل كده، بعد كده الخط التاني اللي هو من على الجزء ده امتداده لحد هنا لحد ما ينزل لحد الاخر، هو ده الخط بتاع اخر الانجل، وده الخط ده والخط ده اللي هو بيمثل السيكنس بتاعتنا. فانا هاخدهم كده ايه وانقلهم الناحية التانية، ادي كده الايه التو انجلز بتوعي. كده تقريبا انت خلاص خلصنا الرسمة. ممكن بقى نقفل الجزء بتاعنا اللي هو الخاص بالابعاد والتهشير. اتفقنا طبعا ان هنا في خط قطع، فالخط القطع ده ممكن تاخده على اي مسافة خالص، يعني ممكن عادي ناخده من الاخر من هنا هو ده اللي هنقطع بيه. خلينا برضو نديله لون مختلف شوية، ده برضو هو نفسه بيمثل خط القطع هنا. خلاص ممكن ايه تشيل كل الاجزاء اللي فوقيه بالمنظر ده. طيب احنا بنقول في الستيل هو كان قال لي مثلا ان التو انجلز دول هما ب 110 في العشرة، فانا عارف التو انجلز دول اللي هما خلينا ناخد الخط كله، التو انجلز دول اللي هما كانوا لحد اللي هما كانوا جوه ال 110 لحد هنا، نفس الانجلز دي هي اللي انت رسمتها هنا. فلازم طبعا بتحط الايه الابعاد بتاعتها في كل لوحه اللي هي التو انجلز دول. خلينا نعملها وناخدها هنا على طول اللي هي الانجلز دي، هي دي برضو بتمثل ايه الجزء بتاع، يعني ممكن نعملها بليدر احسن. هي دي الايه الانجلز بتاعتنا اللي هي كانت لحد اللي هما الاثنين اللي جوه دول. طيب وكان الاثنين اللي بره اللي هنا عندك
اللي هما كانوا ب110، فبرضو هياخد الانجلز دي كده. المفروض طبعا انت هتحط الدايمنشنز دي، بنقول ان هي بتتحط على كل فيو، فدول الاثنين انجلز اللي 120، دول الاثنين انجلز 120، دول اللي هما الاثنين انجلز 120. الاي بتاعتك كانت هنا، فهتاخد الاي دي برضو نفس الكلام، هتقول ان هي اللي كانت هنا، وهي هي دي نفسها الاي بتاعتك، هي هي الايه اللي جوه بالشكل الحقيقي من هنا. خلينا بس ايه نمدها من بره لجوه عشان ما تقطعش الدنيا شويه. فدي الايه الاي بتاعتك. طيب كده الرسمه كلها خلصت، باقي بس اخر حته صغيره، ودي دايما بتتعمل في الاخر، موضوع التسويد. موضوع التسويد ده انت بتعمله في الحاجه اللي انت قاطع فيها. فيعني مثلا هنا انت قاطع في مين؟ انت الواي واي ده مش سكشنال، السايد فيو ما كانش سكشنال، انت قاطع فين؟ في الاكس اكس هنا، فانت قاطع في الحرف بتاع الاي، فالمفروض ده هو اللي تظلله. ففين حرف الاي اللي هو كان الحرف اللي هو باللون الاخضر ده؟ ده اللي المفروض اللي انت تظلله عندك بالمنظر ده، ده اللي ايه. طيب بنظلل ازاي؟ بنقول دايما ان القاعده بتاعتنا ان هي بتكون فوق شمال. يعني ايه فوق شمال؟ بتسيب حوالي 1 ملي من فوق، وتسيب 1 ملي من الشمال. طيب فيعني احنا هقولها كده ان هي تقريبا واحد او انا اسف هي يعني لحد هنا 18، فاللي هنقول 17. كل الخط اللي انا برسمه ده ان هو ده الحتة اللي انت هتظللها. فمثلا هي كانت لحد هنا 118، فهنقول ان مثلا 119.5. بعد كده نمشي كل الجزء ده، فان ان هي يعني ايه القاعده فوق شمال، ان القاعده فوق شمال هي دي بس اللي انت هتسيبها، الباقي كله ايه هيتظلل. فهي مثلا كانت لحد هنا رقم بس مش شايفه 120، فانا نقول مثلا لحد 119، وهنا نسيب لحد 17، وننزل تحت خالص بالمنظر ده. طيب فلو انا مثلا خدت دي كده، وخدت الخط اللي انا رسمته ده على جنب عشان بس ما نبهدلش الدنيا هنا، او يعني عشان الدنيا هتبقى واضحة. المفروض ان انت هتسود الجزء اللي هو كل الاي دي، باستثناء ان انت بتسيب منها حتة صغيرة من فوق او من اتجاه الشمال. فادي هو ما نسيب من هنا اتجاه الشمال وسايبين من فوق، فبالتالي اصبح كل بقى الباقي ده هنعمل له هاتش. فانا هوريك بس المنظر الاخير بيبقى عامل ازاي. لو احنا مثلا عملنا ان انا يعني عايز اسود الجزء ده، فانا اظلل للحتة دي فسبت منها فوق شمال، وادي الحتة دي سبت منها فوق لحد اخر طرف اللي هو الايه الطرف الشمال اللي عندي، هو ده الايه التظليل. فطبعا التظليل ده في الاخر هو يعني بيسود اللوحة شوية، فعشان جاي بنقول ان احنا دايما بنعمله في اخر اللوحة. طيب ده كده بالنسبة للوحة بتاعة هومورك 8 سي.